السلام عليكم ورحمة الله، معكم زين من A to Z. متواصلين في الكورس بتاع سيسن A 200-301. في الليسن الفاتح تكلمنا كان عن سيسكو وتفاصيله والشهادات بتاع سيسكو، اتناقشنا فيها عن المواضيع المهمة جدا. شفنا الشهادات بتاع سيسكو، وشفنا مثلا كيف اننا نقدر نتحصل على الشهادات بتاع سيسكو، وبرضه اتناقشنا مثلا لو زول عنده شهادة قديمة بتاع سيسكو كيف تمت معاريته، وبرضو عرفنا التراكات الجديدة بتاعت سيسكو ذات والشهادات التعديلات اللي حصلت في كل ال certification بتاع سيسكو. المهم عرفنا الديونة بتاعتنا كيف من البداية عشان نقدر شنو نبدأ صح. فالكورس بتاعتنا اسمه CCNA 200-301، من غير ما يكون في قدامه شنو routing and switching or security or collaboration. الزمان كان موجود الحاجة زي ما CCNA بس. الكورس بيتكلم عن مواضيع مهمة جدا زي ما اتطرقنا عليه في الليسون الفات، عرفنا المحتوى بتاع الكورس بتاعتنا. فلو انت كنت عندك شهادة قديمة او مثلا قبل كده اخدت CCNA، فبرضو الكورس ده بيتمثل، يعني لازم تبدأ من البداية للنهاية، لانه هنا اثناء ما نتكلم عن الكورس دي هنتكلم عن المواضيع الجديدة اللي تم اضافتها في المنهج، من غير ما نفصل انه نقول انه دي جديدة ودي قديمة. يعني في النهاية نتكلم عن المنهج بصورة متكاملة. يعني اليوم ان شاء الله هنتكلم عن الفاونديمنتالز، اساسيات البيزك بتاعت الشبكات، شبكات سيسكو طبعا CCNA. فلما نتكلم عن الفاونديمنتال نتكلم عن الاساسيات، وفي نفس اللحظه بنتكلم عن الاضافيات، ان اي صغيره تم اضافته والمفروض نقولها في اللحظه دي في اثناء ما هنا نتكلم عن الفاونديمنتال ونتكلم هنا على طول ما بعد. فاليوم محاضرتنا ان شاء الله هيكون عن الفاونديمنتال، بنتكلم فيها شنو الشبكه لما نقول يعني تشبيك لازم بيها شنو، مثلا نتكلم عن الأنواع الشبكات، نتكلم عن الديفايسز اللي ممكن نستخدمها في مجال الشبكات. عايقت تكون انت هذه كلها سمعت بيها قبل كده في كورس ال N Plus أو في المنهج القديم، لكن بده لازم شنو لازم تسمعها من جديد تاني بطريقة تانية بفهم جديد عشان تقدر شنو تكون ملم بكل التفاصيل بتاع المنهج الجديد، عشان تكون عارف شنو على عليك شنو والما عليك شنو. نبدأ مع بعض على طول في أول سلايد. أول سلايد بيتكلم عن الشبكات. طيب أنا هنا لما جينا اتعرفنا على الشبكات زمان كنا بنعرف الشبكات بمجموعة من التعاريف. طيب لو قلنا شنو الشبكة، الشبكة أنا هنا قاعدين بيها شنو، قاعدين بيها عبارة عن مجموعة من الأجهزة، ممكن يكون جهازين أو أكثر، متصلين مع بعض البعض أي مربوطين مع بعض من خلال لينك، من خلال شنو لينك، أو من خلال ميديا معينة وسط رابط بيناتهم اسمه كيبل. عشان شنو؟ عشان يقدروا يعملوا شنو، يعملوا شيرنج لشنو، للانفورميشن، شيرنج للريسورس، شيرنج للداتا، شيرنج للهاردوير، شيرنج للسوفتوير. يعني مصطلح بتاع التشبيك او مصطلح بتاع نتورك يطلق لاي جهازين عندهم قدره، عندهم امكانيه انهم يقدروا يعملوا اكتشينج، يقدروا يتبادلوا الداتا بيناتهم على المستوى شنو، على المستوى اللينك المطلوب بها. فمجرد ما جينا مثلا شنو مثال، مجرد ما جينا مثلا لقينا مثلا جهازين او اكثر، جهازين او اكثر مرتبطين مع بعض البعض من خلال شنو ميديا معينه، عندهم قدره انهم يقدروا شنو يتبادلوا الداتا بيناتهم، يبقى شنو دي نقول شنو دي عباره شنو، عباره شبكه. تو ديفايسز بي سي 1 وبي سي شنو 2 متصلين مع بعض البعض من خلال ميديا معينه، لهم القدره على تبادل الداتا بيناتهم، انه الجهاز ده جهازه هيقدر شنو يقدر يعمل شير لاي حاجه عنده، سواء كان شنو سورس او كان انفورميشن او كان داتا او كان ابلكيشن. الجهاز الثاني بهناك هيقدر شنو يستفيد من الخدمات الزول دي عنده، يبقى شنو دي بيقى شنو دي مصطلح بتاع التشبيك يطلق من هنا. الجهاز الاجهزه دي هنا ممكن نربطه من خلال شنو، من خلال كيبل، يعني ممكن نستخدم كيبلات عشان نقدر نربط بها الاجهزه مع بعض، سواء كان كيبلات بتاع شنو كوكسيال او مثلا كيبلات بتاع تويست بير، او كان كيبلات بتاع شنو بتاع فايبر اوبتيك، ممكن نستخدم الخطوط بتاع شنو بتاع تليفون، ممكن نستخدم شنو موجات بتاع راديو، ممكن نستخدم شنو الساتلايت. في النهايه دي ممكن يكون اللينك بتاعتنا الرابط ده شنو الاجهزه مع بعض عشان يطلق عليه شنو المصطلح بتاع شنو بتاع نتورك. فممكن يكون الشبكه السمبل بالصوره دي، وممكن يكون الشبكه الاتي، انه هنا في الوسط في شنو طرف ثالث في النص رابط الجهازين مع بعض. يعني مثلا نقول شنو عندنا نتورك ديفايسز مثلا زي السويتش او هاب، سويتش هنا رابط ليه شنو الجهازين مع بعض، ممكن يكون ما جهاز، ممكن يكون شنو ثلاثه ديفايسز مع بعض كده، ثلاثه اجهزه مع بعض،
متصلين من خلال شنو؟ متصلين من خلال يعني سويتش معينه، برضو عندهم القدره انهم يقدروا يعملوا شير لمنو. لاحظ ما ركز المصطلح ده، شير او اكستشينج، او يقدروا شنو يتبادلوا الداتا بيناتهم من خلال شنو؟ من خلال الميديا شنو ربطنا بيها كيبلات معينه. طيب ممكن يكون الشبكه، شبكه ممكن يكون الشبكه ده يكون شنو كلاين سيرفر، انه يكون في سيرفر هو المسؤول عن انه يوفر للناس شنو خدمات. في النهايه المصطلح بتاع نتوركينج لازم بيها انه اجهزه مرتبطه مع بعض البعض من خلال ميديا معينه، من خلال وسط معينه، عندهم القدره انهم يقدروا شنو يتبادلوا الداتا بيناتهم، يقدروا يعملوا شير للانفورميشن، شير الريسورس بيناتهم مع بعض. طيب الشبكات لها انواع، لما نيجي نتكلم عن الشبكات عندي انواع كثيره جدا من الشبكات. طيب هنا بنتكلم عن انواع الشبكات من حيث المنطقه الجغرافيه، من حيث الارياس. عندنا نوعين مهمين جدا بتلاقينا هنا شنو في مجال شغلنا، شبكتين او نوعين من الشبكات، شبكه يطلق عليها شبكه لان، وشبكه يطلق عليها شنو شبكه شنو شبكه وان. لما نقول شبكه لان، لما نقول شبكه لان اول حاجه يعني شبكه بسيطه جدا في مكان واحد. ممكن يكون المكان عباره شنو، عباره عن مكتب، عباره عن شقه فيها ثلاثه مكاتب، عباره عن مبنى كامل. ركز معي، ممكن يكون يعني مبنى، اقصد يعني مكتبه واحده، ممكن يكون شقه كامله فيها ثلاثه مكاتب، ممكن يكون شنو مبنى كامل فيها شنو ثلاثه شنو ثلاثه طوابق. في النهايه مساحه جغرافيه معينه الاجهزه بتاعتنا دي موجودين فيها، مربوطين من خلال شنو، من خلال اجهزه بتاع سويتشات مثلا، عندهم القابليه انهم شنو يعملوا شيرنج للانفورميشن، شير الريسورس بيناتهم. في اللحظه دي هنا انا بستخدم واحد من الكيبلات بتاع الايثرنت، لانه الايثرنت كيبلات شنو تصنف من الكيبلات من اللان كيبل، انه الداتا اللي بتتم بتبادله على مستوى الشبكه لان هنا ما بتتم تبادله من خلال شنو، من خلال الشبكه بتاعت الانترنت. طالما انا ما مستخدم شبكه الانترنت عشان اقدر انقل الداتا بيني وبين الديستنيشن بتاعي، انا موجود وين؟ انا موجود في شبكه شنو، في شبكه لان. تصنيف ثاني انه شبكه لان دائما بيكون شنو، دائما بيكون من خلال سويتش. ولما نقول سويتش هنا دائما بنتكلم عن سويتش لير 2 سويتش، لير 2، لانه لما نيجي نتكلم عن السويتشات بنلاقي انه في شنو، في سويتش ممكن يكون شنو لير 2 لير 3 سويتش. لكن طالما انا كونكت مع الديستنيشن بتاعي على مستوى لير 2 سويتش، يعني دي شنو، انا بتكلم عن شنو، عن اللان نتورك. لان نتورك عدد الاجهزه ممكن ما يكون كثيره جدا، يعني ممكن يكون الاجهزه بسيطه جدا، لانه في النهايه شنو انا يعني داخل مساحه جغرافيه معينه يعني، فالاجهزه ممكن يكون شنو، ممكن يكون بسيطه جدا يعني. لكن برضه دي ما الشرط الاساسي بالنسبه لنا، الشرط الاساسي انه شنو، انا في مساحه جغرافيه معينه داخل شنو، داخل ويز اوت الانترنت، يعني انا ما مستخدم الانترنت عشان اقدر شنو انقل الداتا بين شنو ديستنيشن وبين شنو السورس. لما نتكلم عن الوان، وان وايت اير نتورك، بنتكلم عن شنو، عن مساحات جغرافيه كبيره جدا، لارج، انه انا عندي شنو شبكات في حتات مختلفه، مثلا شبكه في مدني، شبكه في الخرطوم، شبكه في بورسودان، شبكه مثلا في بحري، عايز اربطهم مع بعض. طيب بمعنى لما نتكلم عن وان تكنولوجي او وان نتورك، بنتكلم عن انه عندنا مجموعه من الشبكات اللان عايز اربطهم مع بعض من خلال جهاز اسمه شنو، اسمه راوتر. مجرد ما انا جيت شنو استخدمت جهاز بتاع راوتر، بمعنى شنو انا بقي شنو، بقيت وان، يعني عندي شنو، عندي 2 لان او 3 لان او 4 لان عايز اربطهم مع بعض من خلال شنو، من خلال اني استخدم واحده من الاجهزه بتاع النتورك اسمه شنو، اسمه راوتر. مجرد ما انا بتكلم عن الوان، انا بتكلم عن المصطلح بتاع الانترنت، لانه انا الديستنيشن بتاعي الان عايز اتكلم معاه ما بيكون معايا المستوى لان، بيكون المستوى شنو، المستوى نطاق ثاني خالص. سي انه مثلا انا هنا في الخرطوم، مثلا انا هنا في الخرطوم، هنا في الخرطوم انا عايز اتكلم مع زول وين، المستوى شنو، المستوى المدني مثلا في الخرطوم، عايز اتكلم مع زول المستوى شنو، المستوى المدني. في اللحظه دي انا لازم امشي ثرو شنو، ثرو جهاز بتاع راوتر، بمعنى انا اطلع شنو، انا اطلع من اللان اللي انا قاعد فيه من الخرطوم، هطلع من خلال شنو، من خلال راوتر. هناك المستوى المدني، هناك في مدني هيكون في راوتر ثاني شنو، مستقبل شنو، الداتا جاي من شنو، من الطرف، من الشبكات الخارجيه بهناك. حتى بعد ذلك مجرد ما وصلت هناك المستوى الراوتر اللي بهناك، مجرد ما وصلت المستوى الراوتر اللي بهناك المستوى المدني،
بعد ده قررت شنو هعمله فوروردنج للداتا بتاعي شنو هيدخلني المدخلين المستوى الشبكات اللي هنا من خلال شنو من خلال سويتش. فانت هنا تكون المستوى سويتش هنا في اللان, انت هنا تكون المستوى سويتش في اللان, عندك بوابه بتاع الجيت واي بتاعك, عندك راوتر هنا رابطك مع شنو الراوتر بتاعك, رابطك مع الشبكه اللان بتاع هنا. انت الداتا بتاعك من هنا, من هنا انت مثلا كلاين جهاز عادي جدا بي سي عادي, عايز تطلع وين, عايز تطلع وين, تمشي وين, تمشي للشبكات شنو الشبكات الخارجيه هناك. فهتمشي من خلال شنو من خلال البوابه بتاعتك الراوتر هنا, الراوتر هيقوم يعمل لك فوروردنج للداتا بتاعك على مستوى الانترنت عشان لحد ما يصل, لحد ما يصل في الراوتر بتاع المدني هنا, في مدني هنا بعد ذاك من مدني بعد ده الراوتر ده هيكون متصل مع شنو مع السلسلة الداخلية للشبكات الداخلية, حتى بعد ذاك وين تصل, وين تصل للديستنيشن بتاعك ممكن يكون شنو جهاز اكس هنا او واي, جهاز اكس هنا في الحتة دي. لاحظ معي الرسالة بتاعك والداتا بتاعك مرت من خلال شنو من خلال انترنت هنا. المساحة دي هنا اي المسافة بين الراوتر الموجود مثلا في الخرطوم والراوتر الموجود مثلا في مدني هنا, دي شنو دي الانترنت دي الوان هنا في النص ذاته. بمعنى لما نتكلم عن الوان بنتكلم عن انه انا عندي شنو شبكتين محليتين او اكثر من شبكات محلية عايز اربطهم مع بعض من خلال الانترنت. بعد الطرق بتاعت شنو انك تربط الاجهزة مع بعض او تربط الشبكات مع بعض في مجموعة من السيناريوهات, في مجموعة من التكنيكس انت ممكن نتكلم عنها شنو في الجانب بتاع شنو الجانب بتاع الوان بطريقة شنو مفصلة. بس هنا نتكلم عن شنو انواع الشبكات, ممكن يكون شبكة نوع شنو نوع لان نتويرك, ممكن يكون شنو وان نتويرك. لما نقول لان نتويرك معناته كمان المساحات الجغرافية بسيطة جدا, شبكات شنو خاصة, شبكات مثل المواصلات خاصة داخلية. أما لما نقول وان نتكلم عن الشبكات الخارجية زي شنو زي الإنترنت, دي شنو دي تعريف الشبكة وأنواع الشبكات من حيث شنو لان حيث والوان. في أنواع جدا كثيرة جدا, لكن البهمنا شنو هنا شنو اللان والوان, لأن دي دي الأنواع الشبكات اللي شنو بتعامل معها شنو بصورة مباشر في شنو في مجال شنو في مجال شغلك. في السلايد الثاني هنا بنتكلم عن الديفايسز. طيب انا لما نيجي نتكلم عن الاجهزه, لما نيجي نتكلم عن عن الشبكات بنلاقي انه قدامنا مجموعه من الديفايسز بتاع الشبكات بنتكلم فيها. بس انا هنا بنركز انه بنركز في سيسكو ديفايسز, بنركز في اجهزه بتاع سيسكو جست. يعني حتى لو قلنا حتى لو بنتكلم عن السويتش بنتكلم عن السويتشات بتاع شنو بتاع سيسكو بس, يعني ما بنتكلم عن السويتشات بتاع شنو بتاع شركه ثانيه. فهنا لما نتكلم عن الديفايسز انت قد تكون قبل كده سمعت باجهزه بتاع الشبكه, ريبيتر, هاب, سويتش, بريدج, ماربل جيت واي, كتار جدا. لان هنا بتكلم بالضبط عن الاجهزه المفروض هنا نكون شنو عندنا علم تام بها وبكل صفاتها وبكل شنو بكل تفاصيلها. طيب اول جهاز هنا عندنا شنو سويتش, جهاز اسمه سويتش, جهاز اسمه شنو اسمه سويتش. سويتش عباره عن جهاز زي ما قلنا بنستخدمه في اللان نتورك, بنستخدم عشان اقدر اربط جهازين مع بعض او اكثر من جهاز عشان اقدر شنو تو بيلد لان نتورك, عشان اقدر ابني شبكه محليه انا بستخدم جهاز كده وسط كده في النص هنا اسمه سويتش كده مع بعض. ان السويتش ده في الوسط هنا هذا شنو السويتش ده هدفه انه يربطنا مع بعض, انه يكون شنو هيكون سنترال في النص كده مع بعض, انه عندي مجموعه من الديفايس مثلا شنو جهاز A مثلا والجهاز B ده هو جهاز وده هنا مثلا الجهاز الثاني, مجموعة من الأجهزة على حسب شنو على حسب عدد المنافس. نتكلم عن البورت بتاع السويتش, المنافس بتاع شنو بتاع السويتش على حسب الأجهزة أو على حسب البورتات بتاع السويتش أو على حسب الأجهزة بتاع عندك في المؤسسة. أنت بتجيب سويتش بتناسب بمواصفات شنو اللي أنت بتحتاج له, حتى بعد ده شنو تجي تربط الأجهزة بتاعك من خلال شنو من خلال جهاز السويتش. أول جهاز ربطناه مع سويتش, ثاني جهاز, ثالث جهاز شنو ورابع جهاز. الأجهزة كلها مربوطين من خلال شنو جهاز اسمه سويتش. بمعنى سويتش هدفه شنو؟ سويتش هدفه انه يكونكت ديفايسز مع بعض على مستوى شنو؟ على مستوى شبكه لان, على مستوى شنو شبكه لان. بيسمح للاجهزه دي مع بعض عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض. يعني الجهاز الاولى ده مثلا ده بي سي 1, بي سي 1 هنا بيقدر شنو؟ بيقدر يرس شنو؟ بيقدر يرس الداتا لمنو؟ لاي جهاز هو محتاج له على مستوى شنو؟ على مستوى شبكه. يعني بي سي 1 ده هيقدر يرس الرساله مثلا شنو؟ لبي سي 2 هنا. بي سي 2 هيقدر يتواصل مع شنو؟ بمعنى انت في الشبكه بتقدر تتواصل مع اي زول موجود معك على مستوى شنو؟ على مستوى الشبكه. فلما نجي نتكلم عن السويتش بنتكلم عن ان السويتش جهاز ذكي جدا, جهاز ذكي, جهاز ذكي بيقدر بيعمل فلتر, بيقدر بيعمل شنو؟ بفلتر لشنو؟ للباكيت بتاعك او الفريم الجاي ماشي على مستوى شنو؟ على مستوى الشبكه. لما نجي نتكلم عن الاو اس اي والمعلومات اللي عندنا من خلال الكورسات بتاعت البيزك بتاعت النتوركينج, انه في لما نجي في الطبقه الثانيه او في الداتا لينك لايرز
سويسي بيعمل في طبقة بتاعت الداتا انه الداتا حقتنا اثناء ما بترسل كنا بنضيف له شنو الماركت ادريس للسورس والديستنيشن. عشان السويس لما يجي هنا يعمل شنو؟ هيقدر يعمل فلتر شنو؟ للهيدر بتاعت الرسالة حقتنا عشان يقدر يحدد انا منو وماشي لمنو من خلال الماك ادريس. بمعنى مبدئيا هنا بنتكلم عن السويتش بصورة مبدئية كده انه السويتش جهاز بتاع لير 2 سويتش لير 2 جهاز بعمل وين في لير 2 في ان ممكن شنو لما نمشي شوية كده بنلاقي انه في سويتش شغال في لير 3 لكن مبدئيا شنو سويتش تصنف انه لير 2 سويتش لير 2 ديفايسز. هدفه شنو؟ هدفه انه يقدر يسمح للاجهزة بتاعتنا الديفايسز يقدروا يعملوا شنو؟ كونكت كوميونيكيت مع بعض يقدروا يتواصلوا يرتبطوا كده مع بعض عشان يقدر يكون في شنو في 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 تبادل للداتا من خلال الشبكه. انا لو جهاز ايه مثلا عايز ارسل رساله مثلا لجهاز بي الموصل شبكه بيرسل الداتا بتاعي والسويتش بيقدر بيميز الداتا بتاعي من الداتا بتاعي وماشي لمنه من خلال شنو من خلال حاجه اسمه شنو اسمه ماك ادريس بنتكلم عنه ان شاء الله في الكورس بتاعنا. بعد ذاك السويتش لما نيجي نتكلم عن السيسكو سويتش تصنف او سيسكو تنتج سويتشات كثيره جدا بموديلات مختلفه جدا. فاول حاجه في سويتشات تصنف انها لير 2 سويتش اسمهم لان اكسس سويتش يعني شغاله وين؟ شغاله في شنو؟ في اللان. هدفه شنو؟ هدفه انه يعني يكونكت شنو؟ الديفايس مع بعض. سويتشات ثانيه اسمه شنو؟ اسمه لير 3 سويتش او شنو؟ مالتي لير سويتش. دير اسمه شنو؟ دير شغاله في الكور. لما نتكلم عن السيسكو برضه بنتكلم عن السيسكو بيقول شنو؟ انه الشبكه عنده هو الديزاين بتاع الشبكه عنده بتكون من ثلاثه ليفل اكسس ليفل ديستريبيوشن ليفل كور ليفل. هنتكلم عنه انه شنو اول طبقه بتاع اكسس فيها منو؟ فيها الان يوزر ديفايس زي اللابتوبات والبي سي والبرنترات بمعنى في سويتش بروكليشن زي ما بعد. في طبقه ثانيه ديستريبيوشن ديل عباره عن سويتشات ضخمه جدا بتربط لي او شغاله دائما شغل بتاع الفيلانات بتربط لك السويتشات الموجوده على المستوى شنو؟ المستوى الاكسس هنا وبعد. بعد ذلك بيكون في كور سويتش هنا كور سويتش سويتشات ضخمه جدا رابطنا مع شنو؟ هتربطنا مع شنو؟ مع الوان هناك مع شنو؟ مع شبكات شنو؟ شبكات الانترنت او مع الروترات المستوى شنو؟ المستوى الوان. في النهايه موضوعنا ما بيتكلم عن السيسكو 3 لايرز انا بتكلم عن هنا شنو؟ بيتكلم عن السويتش وانواعه. طيب لما نتكلم عن اللاير 2 سويتش بنتكلم عن السويتشات الشغاله شنو؟ في اللان زي ده رابط لي شنو؟ رابطنا مع شنو؟ مع اجهزه بتاعي بتاع اللابتوبات او البي سي او الديسكتوب بصوره مباشره. طيب السويتشات دي بتجي بموديلات مختلفه جدا. يعني انا لما نتكلم عن سيسكو يعني اجهزه بتاع سيسكو بتاع السويتشات المفروض تعرفها انت لحد اللحظه دي ان سيسكو بتنتج سويتشات اسمه شنو؟ اسمه اللاير 2 سويتش او لان اكسس سويتش بتبدا من كم؟ يعني اسمه ساتلايت 94 صفرين 93 صفرين 92 صفرين ده كلها موديلات بتاع شنو بتاع سويتش 38 50 36 50 29 شنو 60 دي كلها سويتشات هتلقاهم شنو هتلقاهم في برنامج بتاع سيسكو بريزم انك تقدر تتعامل مع شنو مع كل السويتشات اللي بموديلات مختلفة. واثناء ما بتمشي مثلا في السوق بتشتري المعدات بتاعنا انت بتكون عارف انه شنو السويتشات لها مواصفات لها شنو موديلات مختلفة فانت بتشتري الموديل على حسب شنو على حسب الحاجة اللي انت شايفها مناسب معاك في شبكتك مع بعض. سويتشات اللير 3 سويتش دي السويتشات اللي ممكن شنو لاحظ معايا سويتش شغال لير 3 سويتش يعني انه ممكن المنافس بتاع السويتش ممكن يكون في منفذ شغال في لان يعني لاحظ معايا منفذ شغال مثلا في لان هنا والمنفذ الثاني شغال شنو؟ شغال مثلا في جانب الوان يعني ممكن نديه شنو؟ نديه الاي بي ادريس. لما نقول مالتي لاير انه سويتش شغال مره شنو؟ مره اكسس زي السويتش العادي ومره ممكن يشغل شنو؟ كراوتر. يعني أن انت ممكن تدخل مثلا منفس تبقيه شنو؟ تبقيه منفس بتاع راوتر يعني يربط مع شنو؟ يربط مع العالم مع الانترنت. فدي قاعدين بيها شنو؟ فدي قاعدين بيها مالتي لاير سيس او شنو؟ سويتشات لاير 3 انه شغال بالضبط في الحته شغال فيها شنو؟ شغال فيها الراوتر. فلما تتحصل للسويتش دي بما ان عندك امكانيه تشغل شنو؟ تشغله حاجتين تشغله مره سويتش جزء منها تشغل كل جزء من المنافس تشغلها از سويتش في اللان وجزء منها تشغلها از شنو؟ از الراوتر تربطها مع شنو؟ مع شبكات الخارجيه. دي فيها موديلات اول حاجه في فيرجن جديد نيو اسمه شنو؟ 96 صفرين 96 صفرين. في موديل ثاني شنو؟ 95 صفرين 94 صفرين 68 صفرين 95 صفرين. في سويتشات ثانيه انواع ثانيه من السويتشات نعم في انواع ثانيه من السويتشات مثلا سويتشات بيصنعوها مثلا في داتا سنتر
سويتات ضخمه جدا ضخمه جدا شديد. يلاقوها في الالكسندر سويت اسمه شنو؟ اسم نيكسس 9000 وعندنا شنو 7000 و6000 و5000. عندنا سويت ثاني اسمه شنو؟ اسمه ام دي اس 9000. دي عباره عن سويتشات بنلقاهم وين؟ بنلقاهم اثناء ما نتكلم شنو؟ نتكلم عن الداتا سنتر غرفه بتاع البيانات بتاعتنا. سويتشات ضخمه جدا بنخزن فيها داتا بيس، بنخزن فيها يعني داتا بكميه شنو؟ يعني اي بنستخدمها في شنو؟ في الشبكات ضخمه جدا يعني. انه يعني لما نقول داتا سنتر انه السويتش هنا بيكون شنو؟ بيكون الترافيك الجاي شنو؟ بيكون عالي جدا. ففي الحته اللي بنلقى شنو؟ سويتشات شنو؟ سويتشات ضخمه زي ديل زي 9000 7000 8000 بالصوره اللي مع بعض. دي شنو؟ دي ما يتعلق بشنو؟ بالسويتشات. في السلايد هنا بيتكلم عن بديك لمحه او يعني بديك شغل السويتشات بتاع سيسكو. هنا عندنا شنو؟ عندنا 29 60 سويتش بتاع سيسكو ستلايت. دي المنافذ بتاع شنو؟ دي المنافذ بتاع شنو؟ بتاعت الفاس ايثرنت عشان تقدر تربط بيها شنو؟ ديفايس على مستوى شنو؟ مستوى الشبكه. انه اي جهاز مثلا لا مثلا لو عندنا مثلا جهاز بيشتغل هنا مع بعض، الجهاز يطلع منها كيبل من هنا ماشي مثلا ماشي للمنفذ مثلا، الجهاز الثاني هيطلع منها كيبل ماشي شنو للمنفذ الثاني كده مع بعض، بتوزع شنو؟ بتوزع على الاجهزه بتاعتك على مستوى شنو؟ على مستوى المنافذ ده. السويتشات بتاع سيسكو بتجي شنو؟ بتجي من 8 بورت، من 8 بورت وانت ماشي. البورتات بتاع شنو؟ اي المنافس اللي بتسمي لك شنو؟ بتشيل لك الاجهزه من 8 بورت 16 بورت 24 لحد 96 وانت شنو؟ ماشي مع بعض. المنافس اللي بيستخدم عشان اقدر اربط بيها شنو؟ اربط بيها شنو؟ الديفايس مع بعض. هناك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخلفيه هنا هيكون في شنو؟ هيكون منفذ اسمه شنو؟ اسمه كونسول. الخلفيه هناك هيكون في منفذ اسمه كونسول، هنتعامل معاه ان شاء الله ونشوف كيف نقدر ندخل بالكونسول عشان نقدر نعمل شنو؟ نقدر نعمل كونفجريشن لشنو؟ للديفايس بتاع سيسكو مع بعض. فيكون في منفذ اسمه كونسول في الخلفيه هناك مع بعض. المهم دي سويتش بتاع سيسكو لاير 2 سويتش، وده شنو؟ سويتشات بتاع كور، سويتشات ضخمه جدا. قلنا في معظم الحالات بنستخدمها شنو؟ بنستخدمها از شنو؟ از لاير 2 ولاير 3. يعني في منافس ممكن نصنفها شنو؟ انها شنو؟ يكون منافس بتاعت اللان، وفي منافس تصنف انها منافس بتاع شنو؟ بتاعت راوتر. يعني ممكن نعمل لها كونفيجريشن ونديه شنو؟ الاي بي ادريس ويقدر يطلع شنو؟ ويقدر يطلع الانترنت. دي ايقونه بتاع ايقونه، دي ايكونز بتاعتنا عشان نقدر شنو؟ نعرف وين شغالين مثلا شنو؟ في السيميليشن بنلقى ايقونه زي ده بنعرف انه شنو؟ دي شنو؟ دي سويتش قاسم بيها سويتش، ودي قاسم بيها شنو؟ كور سويتش. سويتش شنو؟ لاير 3 سويتش، ودي لاير 2 سويتش، ودي الصوره بتوضح شنو؟ انه دي سويتش بتاع شنو؟ بتاع سيسكو 2960، ودي سويتش شنو؟ كور. ممكن سويتش كور يعني بالاحجام زي ده، ممكن يكون احجام اكبر من كده، ممكن يكون احجام شنو؟ اقل من كده. في النهايه شنو؟ انت بتتعامل مع الموديل وتتعامل مع شنو؟ مع الفيجن بتاع شنو؟ بتاع السويتش والصفات الاتربيوتس اللي بتيجي معاهم من شنو؟ من الشركه مع بعض. الجهاز الثاني عباره عن شنو؟ عباره عن راوتر. راوتر لما نتكلم عن راوتر بالضبط كده بنتكلم عن انه عندنا شنو؟ عندنا تو لان، شبكات بتاع لان تو اور مور لان عايزين نربطهم مع بعض. مجرد ما عندنا شنو؟ مجرد ما عندنا شبكات محليه عايز اربطهم مع بعض، انا بستخدم شنو؟ بستخدم الجهاز اللي شنو؟ اسمه راوتر. بمعنى راوتر الجهاز هذا وشنو؟ هذا هو انه يقدر يعمل شنو؟ يعمل لك النت تو مالتي نتورك، شبكات مختلفه مع بعض، تو لان 3 لان 4 لان، شبكات مختلفه في حتات مختلفه، شبكه في مكان وشبكه ثاني في مكان ثاني خالص. عايز اخلي يكون في كونكشن حاصل بين الشبكات دي، انا بجيب اجهزه بتاع راوترات بيربط الشبكات دي من خلال الراوتر. فلما نتكلم عن الشبكه بتاعت الانترنت انا بتكلم عن الدنيا بتاعت الراوترات. لما نتكلم عن الشبكه بتاعت الانترنت انا بتكلم عن الدنيا بتاعت الراوترات. لما نتكلم عن الانترنت بنتكلم عن العالم بتاع شنو؟ بتاع التشبيك بتاع الراوترات شغال على مستوى شنو؟ على مستوى الانترنت. بمعنى ان هنا عندنا شبكات في اماكن مختلفه، شبكات مختلفه، شبكات خاصه لمؤسسات مختلفه، او مؤسسه واحده عنده شبكات في فروع مثلا في بلدان مختلفه. لو حبينا نربطهم مع بعض هنا بنستخدم شنو؟ اجهزه راوترات عشان نقدر نربط شنو؟ لان مع لان مع بعض. دي شنو؟ دي راوتر. الراوترات دي ممكن يكون يعني يجيك راوترات بالصوره دي، راوترات يعني احجامها بسيطه. ممكن يجيك شنو؟ راوتر شنو؟ راوتر ضخم بالصوره دي. دي داتا سنتر راوترز. راوترات شنو بنلقاها وين؟ في داتا سنتر. راوترات ضخمه جدا. اما دي راوترات عاديات ممكن تجيب مثلا شنو؟ بالصوره دي. في النهايه شنو؟ في النهايه انت بتلقى شنو؟ انت بتلقى راوترات بموديلات مختلفه جدا برضه شنو؟ زي ما تكلمنا عن السويتش، بتلقى شنو؟
الفلترات ده بتيجي شنو بمتغيرات مختلفة على حسب شنو، على حسب شبكتك انت شنو انت بتستخدم شنو. هسه حاليا الراوتر دي شنو 18.41، الراوتر دي حاليا شنو 18.41 ده الموديل بتاعه. هتلقى شنو الراوترات شنو ضخمة من كده 18 شنو 41، هتلقى شنو الراوترات ضخمة من كده اكتر من كده يعني بمواصفات مختلفة، بمواصفات شنو مواصفات مختلفة. في النهاية هنا بنشوف انه شنو دي الايقونة بتاعت الراوتر. لو انت بتشتغل في استيميليشن بتاع سيسكو ويتريزر اول جي ان 3 الايقونة دي مثلا بتعرف انه شنو دي قاعدين بيها راوتر، ودي الراوتر دي الخلفية بتاع اول الواجهة بتاعه هنا فيها شنو فيها وصلة بتاع شنو بتاعت كونسول هنا كونسول بورد هنا بيكون اوكزيلري بنتكلم عنه برضه ان شاء الله، ودي الفتحات شنو بتاعت الفاسيس ريد المهم، ودي شنو الباور بنتكلم عنه ان شاء الله بصوره مفصله وبتفاصيل جدا عشان شنو نقدر نتعرف عليها ونقدر نخش عليها نعمل شنو نعمل كونفيجريشن. بس كراوتر، راوتر هو كجهاز بنستخدمه كالعاده. لاحظ معي ان السويتش هنا ده السويتش بتاعتنا سويتش رابطني شنو رابطني شنو ديفايس مع بعض كم جهاز يعني ممكن يكون شنو تو اور مور ديفايسز رابطني مع بعض. طيب انا بعد ده عشان اقدر اطلع الانترنت من هنا الجهاز عشان يقدر يطلع الانترنت لازم يكون شنو لازم يكون في راوتر هنا رابطني مع شنو مع السويتش هنا الراوتر هنا مع بعض ده راوتر هنا مع بعض الراوتر ده هتكون شنو مربوطه مع شنو مع الانترنت هنا مع بعض هيكون في كونكشن حاصل شنو بين الراوتر ده والانترنت هنا. حتى بعد ده شنو انا من هنا انا من الشبكات الداخليه هنا بطلع من شنو من خلال شنو البوابه بتاع هنا الجيت واي بتاعي هنا الجيت واي الجيت واي بتاعتنا نطلع بيها شنو عشان نمشي لشنو الشبكات شنو الشبكات الخارجيه من هناك. فالراوتر هدفه شنو الراوتر هدفه انه يعمل شنو انه يعمل فوروردنج انه يعمل شنو يسلكت الباث المسار انت ممكن شنو تمشي بيها شنو تمشي بيها الشبكات الخارجيه من هناك. يعني انت من هنا عايز تمشي لدور اصلا بجاي انت ما بتعرفه شبكات شنو خارجيه من هناك ثرو الانترنت. فانت بتجي من خلال شنو من خلال السويتش بتاعك السويتش اللي بيجي شنو للجدول هنا للراوتر الراوتر هيعمل شنو هيعمل لك فوروردنج الراوتر هيكون فاهم شنو هيكون فاهم الانترنت الراوتر شنو بيفهم الاي بي هات بيفهم الانترنت انه هنا بيكون شنو بيكون في بابليك اي بي شغال في الحته دي مع بعض. لما نتكلم عن الاي بي هات بنتكلم عن شنو عندنا برايفت اي بي وبابليك اي بي. لما نقول بابليك اي بي انه عندنا نستخدم شنو اي بي هات بابليك عشان نقدر شنو نطلع بيها شنو نطلع بيها شنو نطلع بيها الانترنت من خلال شنو من خلال جهاز بتاع الراوتر. فده شنو الجهاز بتاع الراوتر برضه هنتكلم عنه ان شاء الله قدام كده نقدر نعمل لها كونفيجريشن نقدر نعمل لها روتينج نقدر نعمل شنو كل التفاصيل المستوى شنو المستوى الكورس بتاعت شنو بتاعت السي سي ان ان شاء الله. هنا بيتكلم عن جهاز ثاني ممكن نلقاه في جانب بتاعت الشبكات وهنا شغالين في الشبكه وبيجد في سي سي ان جديده بنتعامل مع زول بصوره مفصله جدا ان شاء الله. جهاز اسمه شنو اسمه فايرول. قد تكون سمعت بها قبل كده وقد تقول لا. لما نقول فايرول احنا قاعدين بشنو الجدار الناري. الهدف من الفايرول انه بيحمينا بيحمي الشبكه بتاعتنا من الانترنت بيحمينا تاني من الاختراق الممكن تسبب لنا شنو الهاكرز والاتاك. بمعنى لما نقول فايرول هو عباره عن ديفايسز بيكون موجود بين الشبكات بين الشبكات المحليه وشبكات شنو الانترنت. هذا شنو هذا يقدر يعمل شنو يقدر يعمل كنترول لشنو الترافيك بتاعتنا. يعني اي ترافيك من برا خاش لجوه ومن جوه طالع لبرا بتمر ثرو شنو ثرو الفايرول عشان بيساعدنا انه شنو انه يمنع شنو يمنع الان اوثوريتي شنو اكسس يعني الزول ما مسمح له انه يصل للداتا الموجوده معنا المستوى الشبكه. الفايرول بتاعنا بيعمل شنو بيعمل لها ديتكت بيمنع من الحاجه دي انه في اتاك جايين. لا اسمعي بيعمل شنو بيعمل ريستريكت لمنو للاتاك انه في اتاك حاصل اتاك عايز يهجمنا يهجم السيرفر بتاعتنا او يهجم الشبكه بتاعتنا المستوى شنو اللان. الداتا بتاعت الاتاك ذاته لما تجي وهي داخل المستوى الشبكه بتمر من خلال شنو من خلال الفايرول. الفايرول لما يعمل فلترنج للداتا دي هيعرف انه شنو الداتا دي شنو ما مصرح له هو يبان شنو يبان ان اوثرت شنو داتا فيكون شنو فيكون حامل اتاك معين بيشير لانه شنو انه دي اتاك حاصل دي شنو دي هجوم للشبكه بتاعتك. في اللحظه دي المفروض الفايرول يعمل شنو الفايرول يعمل شنو يتصدى على شنو على الزول ده هيتصدى على شنو على الزول الخاش شنو الخاش عليك على شنو على المستوى شنو المستوى الشبكه بتاعك. سيسكو عنده شنو عنده فايرول اسمه شنو اسمه ASI ان شاء الله هنتكلم عنه في الكورس. زمان كنا بندرسها شنو بالضبط في سي سي ان سكيورتي لكن طالما سي سي ان سكيورتي شنو تم الغاؤه
جابوا لنا شنو جزء بيتكلم عن الفوندمنتال اوف ذا سكيورتي، بيتكلم ان شاء الله عن الـ عن الـ عن الاكسس كنترول ليست، بيتكلم عن البورد سكيورتي، بيتكلم عن الجانب بتاع شنو بتاع الاي اس اي بصوره بسيطه جدا، عن الاساسيات البيزك بتاع شنو بتاعت السكيورتي في الجانب بتاع الشبكات. فدي الجهاز بتاع شنو سيسكو شنو اي اس اي 55 شنو 5 انت بتستخدمه شنو از ذا فايرول. زمان زمان كان في في الشبكه كنت بنلقى شنو بنلقى فاير وول جهازين، يعني زمان كنا بنلقى شنو جهازين، جهاز اسمه فاير وول بالصوره دي، جهاز ثاني بيقول شنو اسمه اي اس بي، اي اس بي اس بس نت كويس اي اس بي. طيب الفاير وول ما خلاص اتعرفنا عليه قبل شويه انه هو يعني بيمنعنا بتحمينا من الشبكه، بتحمي الشبكه الداخليه بتاعتنا من الانترنت، يعني بتصدى لشنو اتاكس. في جهاز ثاني اسمه شنو اسمه اي اس بي، عباره شنو عباره انتريجنت شنو بريفنشن سيستم. دي هدفه شنو؟ هدفه انه يعني بيكتشف لنا الثغرات، بيكتشف الثغرات يعني يعني الداتا اول حاجه لما تجي بتمر من خلال شنو من خلال الجهاز ده، حتى من بعد ده تمشي وين، حتى من بعد ده تمشي شنو للفايرول، هيكون الجهازين على مستوى على مستوى الشبكه في جانب ده في جانب السكيورتي. انه اول حاجه بيكون في جهاز شنو اسمه اي اس بي ده، هذا شنو؟ هذا بانه يكتشف لنا الثغرات، يكتشف الثغرات المستوى شنو؟ يعني مثلا لو في ثغرات بتدي فرصه للاتاكر انه يهجمنا ما بعد، هو بيكتشف الثغرات. حتى بعدها يمرر شنو؟ يمرر الرساله شنو؟ للفاير وول. الفاير وول بعدها من حقه يعمل شنو؟ من حقه يعمل فلترنج للباكج بتاعتنا عشان يقدر شنو؟ يتاكد انه زول ده شنو؟ زول ده مصرح له ولا لا؟ لو لقاه مصرح له هيدخل على طول على مستوى الشبكه، واللي جاما مصر اللي شنو هعملها شنو هعملها شنو ديتكتر المستوى شنو المستوى الشبكه بتاعتنا. فسيسكو حاليا في النكست جنريشن فاير وول جايب لنا شنو فاير وول، فاير وول شغال شنو شغال حاجتين، يعني شغال شنو هذا شنو فاير وول العادي زمان كنا بنشتغل بيها، شغال هذا شنو هذا الاي اس بي، شغال شنو شغال شنو حاجتين. فبرضه ان شاء الله هنتكلم عن شنو، هنتكلم عن الفاير وول في خلال الكورس، بنعرف التفاصيل شويه كده في الجانب بتاع شنو بتاع السكيورتي فاندمنتال. دي الايقونه بتاع شنو بتاعت الاي اس اي اس اي، ودي شنو فاير وول بتاع الراوتر، راوتر ويز شنو فاير وول، يعني راوتر شنو شغلناه على شنو از فاير وول. يعني ابسط مثال للفاير وول ممكن يكون الاكسس كنترول ليست، يعني الاكسس كنترول ممكن يتمثل لك فاير وول، يعني لا لانه انا بعمل شنو، انا بعمل يعني فلترنج للباكج الجايين من الانترنت حتى ما ده بيدخل المستوى شنو المستوى الشبكه. فدي شنو، فدي مثال حقيقي لشنو لفاير وول. قد تكون في ناس اخذوا سي سي ان قبل كده يتعامل مع شنو، يتعامل مع شنو مع الاكسس كنترول ليست، فدي واحدة من شنو من الفاير وول. يعني برضه لما نيجي نتكلم عن الفاير وول زاد بنتكلم انه في يعني فاير وول بتشتغل في حتات مختلفة جدا. يعني ممكن في فاير وول بيعمل شنو، بيعمل الباكج فلترنج، في فاير وول بيعمل شنو، بيعمل الابلكيشن اسمه يعني ابلكيشن جيت واي فاير وول، في فاير وول ممكن يكون شنو ستيتفول فاير وول، في فاير وول طبعا بتاع شنو بتاع نات فاير وول. يعني الدنيا بتاع فاير وول شنو كبيرة جدا يعني. لكن في النهاية هنا بنتكلم شنو، بنتكلم عن الجهاز كجهاز، انه في جهاز اسمه فاير وول هذا شنو هدفه انه يقوم يعمل شنو، يعمل ليه شنو، يعمل ديتكت لشنو الاتاك اللي جايين على مستوى شنو المستوى الانترنت، وانه يقدر يمنع شنو الان اثر شنو اكسس لمستوى الشبكه. اي داتا جايه داخله علينا شنو لازم تمر من خلال شنو، تمر ثرو شنو ثرو الفاير وول، وبعدها شنو تجينا عن هنا. لو حصلت هجوم للفاير وول يعني قدر يخترق الفاير وول، بعدها ممكن شنو ممكن يصنع عن هنا المستوى شنو المستوى الشبكه. نقفل ان شاء الله ونواصل في لسن الجاي في الكورس بتاع سي سي ان اي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.